انا رايي ان رمضان صبحي يفضل بره، سنه صغير لسه، خد تجربه سنه سنتين. رمضان صبحي بعد العمر ده كله لسه تحت 22 23 سنه منتخب اولمبي، فخساره ان انت تحكم على التجربه بدري وهو ده افضل سن تبقى لعيب فيه محترف. فلو ما نجحتش في نادي قبل كده، شفنا محمد صلاح راح انجلترا ورجع تاني ما نجحش طبيعي، بس لما رجع تاني رجع ايه؟ رجع قوي جدا جدا. رمضان صبحي اكيد التجربه دي شبعته وشربته حاجه كتير قوي، حتى لو اتنقل لدوري اقل شويه ياخد بس رتم الماتشات ويلعب تاني ويكتمل شخصيته ونضوجه، وانا في وجهه نظري هيتنقل تاني يعني يفضل في التصنيف الاولاني ايه. فانا شايف ان رمضان من وجهه نظري لمصلحه الكوره ومصلحه رمضان الشخصيه لمصلحه الكوره المصريه انه يفضل بره مصر. لكن لو بصينا بقى تاني من زاويه ضيقه ان رجوعه بقى ونعيد نفس المتعاد كل مره مع اللعيبه المحترفه ونرجعها، لا انا مش هيبقى مصلحه رمضان ولا مصلحه الكوره المصريه، لكن ممكن يكون لمصلحه الاهلي في وقت من الاوقات يعني. لكن انا وجهه نظري الاهلي اعتقد ما بيفكرش بالطريقه دي، لو فكروا في المصلحه وطالما في العائد المادي والمردود المادي استفادوا منه، وانا وجهه نظري ان ممكن يبقى في البديل لرمضان يعني على المستوى المحلي يعني.